اشكرك يا جمانه. لسه مكملين فعالياتنا في مهرجان الجونه في دورته الخامسه. مشرفني دلوقتي الاستاذ طارق كامل الرئيس التنفيذي لشركه اوراسكوم للتطوير العقاري. استاذ طارق مشرفني ومنورنا. منورنا ومنورين الجونه كلها. يعني النهارده السنه الخامسه السنه الاصعب زي ما بيقولوا، اربع سنين عدوا وتحديات كتير في السنين اللي فاتت، النهارده تقول ايه المهرجان الجونه؟ سعداء جدا بافتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي. يمكن سنة بعد سنة المهرجان بيكبر وبياخد زخم أكتر واهتمام أكبر. بنشوف عدد ضيوف مشاركين من مصر والعالم العربي ونجوم عالميين أكتر، بنشوف أفلام أقوى، بنشوف ورش سينمائية أكتر في سيني جونة أو منصة الجونة السينمائية. فحقيقي سعداء جدا بده، ومستنيين اسبوع يكون حافل بالفعاليات والاحداث ويكون اضافه حقيقيه جديده للسينما في مصر وكمان للسياحه في مصر. الشكل يا استاذ طارق اللي وصلنا بيه دلوقتي المهرجان الجونه ده بيخليكم السنين الجايه تفكروا في شكل مختلف، كل سنه بتطوروا اكتر، السنين اللي جايه حاطين بلان شكله عامل ازاي؟ يعني هتكلم سريعا على شركة اوراسكوم للتنمية، لانه حقيقي فكرة تنمية البنية المجتمعية حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا، مش بس التطوير العقاري. فهنشوف الجديد دايما في مهرجان السينما زي ما شفناه في بطولة الجونة للسكواش اللي بقى لها 10 سنين بتقام بنجاح. بنشوف مكادي هايتس واحدة من مشروعاتنا في البحر الأحمر بتنظم السنة الجاية مهرجان موسيقي عالمي. بنشوف او ويست مدينتنا في القاهرة خلال شهور قليلة بتنظم أول بطولة بادل تنس عالمية. فبنشوف تطوير جوه الفعاليات اللي بنعملها، وبنشوف زيادة كمان في عدد الفعاليات اللي بنعملها، وسعداء جدا بتراكم الخبرات سنة بعد سنة اللي بتخلينا قادرين نتوسع في الفعاليات المختلفة اللي بنعملها ونضيف قيمة حقيقية للناس اللي بتسكن في المدن اللي بنطورها. استاذ طارق يعني نورتنا وبالتوفيق دايما، وشايفين تطور عظيم حقيقي مش لمهرجان الجونه بس، لكل اللي حضرتك كنت بتقوله. نورتنا، ميرسي جدا ومنورنا، وان شاء الله اسبوع يكون موفق علينا كلنا.